الو، اتفضل. السلام عليكم شيخ وليد. وعليكم السلام. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. أستاذ، من فضلك أن تكون حواراتي معك علمية. مصدر حديث كتاب. أنت اللي بتقول حواراتي معك علمية؟ أنت؟ نعم أستاذ. أنت بتقول حواراتي معك علمية؟ أنت لما أجي أكلمك في أي علم تروح تجري للحقد والغل اللي موجود في صدرك؟ أنت نسيت والله ما في حقد ما في غل. عايش حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما بال أقوام يؤذونني في أهل بيتي؟ قلت لي: لا، دي أم المؤمنين عائشة كانت في حجرة ليها. أنت بتتكلم بعلم؟ نعم أستاذ، أتكلم بعلم. لا، ستتكلم بعلم دي حاجة تانية، لكن اللي فات كله ما كانش علم. أوكي تمام. نعم، احنا بقى عايزين نحل الإشكالية للشيعة ديت النهاردة في الموضوع بتاعنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، فلماذا الوحي؟ نعم، ممكن حضرتك من خلال بقى الموضوع ده توجه كلمة للشيعة كده بكل إنصاف وعلمية، تفضل. كلمة ليست موجهة للشيعة فقط، موجهة للشيعة وللمسلمين كافة وللمؤمنين كافة. لا، حضرتك في نفس الموضوع. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. اتفقنا؟ لا، هتغير الموضوع. لا أستاذ، أنا استدلالاتي كلها بالقرآن والكتاب. لو كنت أعلم الغيب لما لاستكثرت من لاستكثرت عليك الصوت. ها يا أستاذ، لم أنا قلت لك الآية، نسرد لك في الآية جواب مباشر جدا أستاذ. لو كنت أعلم الغيب لما مسني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني الإنسان علاش يتكلم؟ علاه نقولوا دائما توضيح الواضحات من الفاضحات أستاذ. جميل. هذا لا يحتاج موافقين. لا يحتاج لا يحتاج لا يحتاج تفسير. موافقين. نعم. يبقى إذا نعم. الشيعة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أنه يعلم الغيب المطلق، صح؟ لا نقول الشيعة، نقول الطائفة المتطرفة فيهم كذبت على الشيعة. نقول الشيعة يا باشا، ما تقوليش متطرفة، لأن كافي كده متطرف، وبحار الأنوار متطرف، ومن لا يحضرهم خواقيه متطرف. آراء، هذه أستاذ آراء علمية آراء فقهية. هم حطوا الكافي كده باب كده أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. أن الأئمة يعلمون متى يموتون وكيف يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. أن الأئمة يعلمون ما في بطون النساء وما في أرحام النساء وأصلاب الرجال. ده بيبان يا باشا في كتب عندك. نعم، كل رجل يؤخذ من قوله ويرد. أنا وأنت نتبرأ من كل من خالف الآية الكريمة اللي أنت قلتها. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أكيد أستاذ، كل من قال أن الأئمة عند الشيعة يعلمون الغيب المطلق فهم كذبة. ما نقدرش نقول كذا، نقول هما آراء فقهية وراحوا لهذا الرأي. ما نقدرش نقول كذبة ولا غير كذبة. غير مصيبين في هذا أستاذ. غير مصيبين يا أستاذ. أيها العالم الفذ. نعم، أنا أعرف الآراء الفقهية أن يكون هذا الرجل لم يصله مثلا حديث، لم تصله الآية، لم يسمع بها، لم يسمع الحديث. لكن العلماء برضو علمونا أنه لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص إلا إذا كان النص ليس قطع الدلالة وفيه تأويل. فأنت حضرتك من شوية قلت لي أن توضيح الواضحات من المضحكات. نعم، فهل خفي على علماء الشيعة هذا الواضح المضحك اللي أنت قلت عليه؟ خفي لم يخفى. نعم خلاص. نعم شكرا لك. طالما نعم عن الجدي في إيه بقى؟ نعم بيوطي صوته لحد، خايف حد يسمعه، والله خايف حد يسمعه. نعم لكن لو قلت له أبو بكر وعمر وعائشة، أبو بكر وعمر وصوته قد كده،